مرحبا، اليوم سأروي لك حكاية من أهم حكايات الكتاب المقدس. إنها حكاية عيد الفصح. في زمن بعيد حرر الله شعبه إسرائيل من مصر، حيث كان يعاني الكثير من العبودية. لهذا السبب طلب الله من كل عائلة أن تذبح خروفا دون عيب وأن تأكله، ولكن دم هذا الخروف يجب أن يوضع على كل باب من أبواب منازلهم. في تلك الليلة كل من أطاع الله قد نجا من الموت، فلذلك ترك المصريون لشعب إسرائيل الحرية حتى يذهب من بلادهم. أعطى الله لشعب إسرائيل وطنا وبداية حياة جديدة. يقوم شعب إسرائيل كل عام بحفل لكي يتذكر هذا التحرير الذي يسمى عيد الفصح، حيث أن كل عائلة تأكل خروفا دون عيب. إنه عيد الفصح الإسرائيلي. تستطيع أن تقرأ هذه الحكاية في الكتاب المقدس، وذلك في العهد القديم في سفر الخروج 12. ولكن ليس هو هذا عيد الفصح الذي سأرويه لك اليوم، إنما الذي في العهد الجديد. تعلم أن هناك كثيرا من الشر على سطح الأرض وفي قلوبنا أيضا، وهذا يسمى الذنب. ورغم أننا واعيين بذلك ونريد أن نكون كاملين، فلا نستطيع. الشر والذنب يستحقان دائما العقاب، والله الذي هو إله حق يقول لنا في الكتاب المقدس أن العقاب يبدأ على سطح الأرض، وذلك بانفصال الإنسان عنه، ثم في الحياة بعد الموت في مكان مرعب ومخيف فيه نار وألام شديدة، جهنم التي لا نهاية لها. الله إله حق، ففي نفس الوقت يحبنا محبة عظيمة، لذلك أراد إنقاذنا من هذا العقاب ويحررنا من الذنب والنار، لكن وجب أن يكون من يدفع الثمن. لذلك بعث ابنه الوحيد عيسى كي يكون هو الأضحية. الكتاب المقدس يدعو عيسى خروف الله. إنه دون عيب ولم يذنب أبدا. إنه الله الكامل. جاء إلى الأرض كصبي، عاش وكبر في وسط عائلته. كان يعطي دروسا في جميع أنحاء إسرائيل عن حقيقة الله وملكوته. إنها قصص تستطيع أن تجدها في موقعي على الإنترنت، وخاصة يمكن لك قراءتها في العهد الجديد من الكتاب المقدس. كان عيسى إسرائيلي الأصل كالآخرين. كان يحتفل كل عام بعيد الفصح، وذلك في المدينة الكبيرة أورشليم. في مساء يوم عيد الفصح أكل لحم الخروف، خبز خاص وخمر مع تلامذته، ثم يحذرهم أن واحد منهم سيخدعه. لقد استغربوا كثيرا من هذا الأمر، لكن عيسى يعلم أن يهوذا هو الذي سيخدعه، حيث أنه يبيعه لأعدائه بنقود. دخل الحزن قلوبهم، لم يريدوا تصديق ذلك. بعد أن تغدوا العشاء ذهبوا إلى بستان كي يرنموا لله، لكن عيسى بعد كي يصلي في عزلة. في لحظة بدأ الحزن والخوف يدخلان قلبه. علم أنه سيتعذب، فطلب من أبيه أن يبعد عنه هذا العذاب، لكن في الأخير قال لأبيه: لا ما أريده يحدث يا أبي، بل ما تريده أنت، لأنه علم مسبقا بالتضحية التي سيقوم بها. بعد زمن قليل نسمع صوت قوي، جماعة كبيرة من الناس تقترب، لكن إنه يهوذا اقترب من عيسى فقبله. هذه هي الإشارة التي أعطاها للجنود: الذي أقبله هو المبحوث عنه، اقبضوا عليه. عيسى كان مستعدا. الحالة صعبة جدا، ولكنه أتى على سطح الأرض من أجل هذه المهمة. كل أتباعه هربوا كي لا يقبض عليهم الجنود. بعد ذلك أخذ الجنود عيسى إلى القائد الديني على الإسرائيليين، الكاهن الذي يدرس العهد القديم من الكتاب المقدس، لكنه لا يؤمن بعيسى.
فكانت هناك جماعة من الكذابين أرادت بالتوقيع بعيسى قولا عنه أكاذيبا، لكن لم تستطع ذلك. القائد الديني طلب منه: هل أنت هو المسيح ابن الله المبارك؟ مرقس 14:61. مرقس 14:62. عيسى أجابه: أنا هو. فالجميع حكم عليه بالموت، فبدأوا يضربونه ويستهزئون منه: هو ابن الله. في الصباح أخذ الكهنة عيسى إلى الحاكم الروماني بيلاطس، لأن اليهود ليس عندهم الحق في قتل أحد، لكن بيلاطس هو الوحيد الذي يقرر ذلك. فبيلاطس طلب من عيسى أن يوضح له الأمر، لكنه لم يتكلم ولم يدافع عن نفسه. بيلاطس أراد أن يطلقه حرا، وثلاثة مرات يقول لليهود: لا أجد في هذا الرجل أي عيب. لكن كل الجماعة تصرخ: أصلبه أصلبه. فبيلاطس سمعهم. مرة أخرى عيسى ضرب عدة مرات، صنع له الجنود تاج من الأشواك الذي جرح رأسه، لأن هناك من يتهمه أنه يريد أن يكون ملك اليهود، ولكن يوجد ملك واحد وهو قيصر الروماني. أخيرا أخذوه إلى منطقة جمجمة الهضبة التي علقوه فيها على صليب كبير بين للصين. كانت الساعة 9 صباحا، الساعة 3 عند الرومان. إن الموت على الصليب تعتبر أبشع موت مهيئة ومخصصة لأكبر اللصوص والمجرمين. وفي أعلى الصليب علقت لوحة كتب عليها: ملك اليهود. عيسى تألم من أجلنا جميع البشر أبشع موت. كثيرا من الناس استهزأوا منه، ولكن قد كان هناك من يبكي عليه، أتباعه والذين آمنوا به وشاهدوا معجزاته. لا شيء حدث عبثا مع عيسى، بل كل شيء حتى أصغر الأمور قد ذكرت في العهد القديم من الكتاب المقدس. فيما بعد فهم أتباع عيسى ذلك. قد ذكر الله لشعب إسرائيل منذ زمن بعيد ولعدة مرات أنه سيبعث لهم مخلص الذي يحررهم من خطاياهم، لكن الأغلبية منهم لم تصدق عيسى لأنه كان رجلا عاديا وفقيرا. حتى الآن فهم ينتظرون مجيئه، لكن عيسى قد أكمل كل شيء. إنه أمر محزن. اليهود ليس عندهم الإيمان، فهم رفضوا عيسى، يريدون رؤية ملك كبير يسعدهم. عيسى أتى لينقذ جميع الناس، لكن من آمن به فقط هو الذي سينقذ من نار جهنم، وذلك لا يحدث إلا بالإيمان. نعود الآن إلى قصتنا. إذن من 12 زوالا إلى 3 بعد الظهر فجأة حل الظلام، ثم عيسى صرخ بصوت مرتفع فسلم روحه. فقائد الجيش الروماني فهم الأمر وقال: حقا هذا الرجل هو ابن الله. في تلك اللحظة حجاب معبد اليهود قد قطع وذلك على إلى الأسفل، وهذا يعتبر معجزة. في المساء أنزلوا عيسى من الصليب كي يضعوه في مغارة يدفن فيها الأموات، والتي غطت بصخرة مستديرة ضخمة. قد حدث كل هذا في يوم الجمعة مساء. لقد وضع الكهنة اليهود جنودا يحرس أمام المغارة كي لا يسرق أتباع عيسى جثته. فبعد مرور يوم السبت الذي يعتبر يوم الراحة بالنسبة لشعب اليهود، وفي صباح يوم الأحد النساء اللواتي كنا يتبعن عيسى جئنا إلى المغارة. لكن ماذا حدث؟ إنها معجزة. ملاك ينير بشدة قد ظهر، حرك الصخرة التي كانت أمام فتحة المغارة. الجنود ارتابهم الفزع، ولكن النساء قد طمأهن الملاك: لا تخفنا، إن كنا تبحثنا عن عيسى، لكن انظرنا في المغارة فهو غير موجود. نعم، الله قد أحياه بين الأموات، إنه قام من الموت. اذهبنا وأخبرنا تلامذته
لأن عيسى ينتظرهم في مدينة الجليل. تلامذته لم يصدقوا النساء، لكن بعدها عيسى ظهر لهم وللعديد من الأشخاص، أخيرا صدقوا أنه قام من الأموات. يا له من فرح، يا لها من سعادة. كما أخبرهم عيسى من قبل فهو حقا حي، فالله قبل تضحيته والآن يعيش إلى الأبد. أعطى عيسى لتلامذته أمر الذهاب إلى جميع أنحاء العالم كي ينشروا ويدرسوا هذا الخبر السار وكل ما يعني ملكوت الله، ثم وعدهم وقال: ها أنا معكم كل يوم حتى نهاية العالم. متى 28:20. في الوقت الذي كان يحدثهم عيسى رفع إلى السماء ثم زال عن الرؤية في الغيوم. مرة أخرى لما يعود سيأخذ معه كل من آمن به وبتضحيته. هذا الخبر السعيد يسمى الإنجيل، والذي يتمثل في تضحية المسيح من أجلنا كي يغفر لنا الله خطايانا ونحيا الحياة الأبدية. قضى 3 أيام و3 ليال في الموت ثم أحياه الله من بين الأموات. حدثت هذه الحكاية منذ زمن بعيد جدا ولم نرى أبدا عيسى، ولكن الله يحب أن نصدق الخبر السعيد دون أن نرى، فهذا ما يسمى بالإيمان. اليوم بالتحديد إذا أردت أن تطلب من الله أن يغفر لك خطاياك وتقبل هذا الخبر السعيد، فالله يوعدك أن في الحين خطاياك قد غفرت لك، وأنه يعطيك حياة جديدة التي لا ينزعها منك أي أحد، إنها الحياة الأبدية. هل تعلم أن حتى اللص الذي صلب أمام عيسى قد آمن به؟ لا أحد يستحق غفران خطاياه. إن غفران الخطايا هدية من عند الله، فهي غالية الثمن. هل تؤمن بها؟ هل تريدها في حياتك؟ لنصلي الآن. سيدي عيسى، أشكرك لأنك تحبني محبة عظيمة لدرجة أنك مت على الصليب من أجلي ومن أجل كل الناس. أرجوك سيدي ساعد كل طفل يسمع هذه القصة أن يقبلك في حياته كمخلص له. آمين. إذن اليوم لن نقرأ كل القصة لأنها تتمثل في عدة أشطر، ترى أنها طويلة جدا. لقد قرأنا بعض الآيات معا، وإذا أردت قراءة كل القصة فتستطيع ذلك في الكتاب المقدس الذي تجده في موقعي. إلى اللقاء، ألقاكم عن قريب في قصة أخرى.